مساكم فللي، احيانا الواحد ياخذ الى جهاز جوال 4000 ريال 5000 ريال وينسى ما يحط عليه شاشه الحمايه او يغلفه تغليف حراري اللي نسميه، وطبعا اغلى شيء في الجهاز هي الشاشه. طبعا اليوم انا موجود في شركه اكس فون، بصراحه انا ما عمري شفت شركه عندها هذه المواصفات بهذا الاسعار. مو تغلف لك فقط الشاشه، تغلف لك كامل الجهاز. نشوفها طبعا اكس فون وين موقعهم؟ موقعهم بمجمع الراشد الدور الثاني عند مصلى الرجال. طبعا عندهم فرع في الحياه بلازا، عندهم فرع في الاحساء، وعندهم فرع ايضا في الخبر الشماليه. بعد التغطيه راح احط لكم ارقام ومواقع الفروع. بعافيه اخوي عبد الله، حياك الله اخوي. ودي تعطينا فكره عن اكس فون. حياك الله اخوي. بالنسبه لشركه اكس فون، هي شركه تعنى بالتغليف الحراري للجوالات، جميع الاجهزه الذكيه ايضا، الايبادات والساعات الذكيه. عندنا كميه متنوعه من الافلام والماتيريال اللي يعنى بحمايه الجوالات من الكسر، مقاوم للكسر بنسبه عاليه جدا. هذا نوعيتين من الافلام. طبعا النوعيات الموجوده عندنا كوريه وامريكيه. جميل. الافلام فيلم الكلير اللي هو الشفاف ويجي لمع دائما مثل هذا الان. طبعا اللي فهمت اخوي عبد الله انه عندكم التغليف كامل الجهاز. نعم، كامل الجهاز 360 درجه، يعني حتى زوايا الجهاز، خلفيه الجهاز، والشاشه كمان. حلو. والنوع الثاني من التغليف؟ النوع الثاني من التغليف اللي هو الفيلم المطفي اللي ما يكون فيه لمعان، وهذا فيه رغبه كبيره من العملاء، اغلبيه العملاء ترغب لهذا النوع من الافلام. هذا طبعا فيلم وصل حديثا، الفيلم المطفي. طبعا في الفيلم الثالث اللي هو البرايفسي. اوكي، الخصوصيه، ونفس نفس المقاومه، بالاضافه الى انه يشمل الشاشات المنحنيه. البرايفسي اللي موجود في السوق اغلبها ما يشمل شاشات منحنيه، هذا يشمل شاشات منحنيه. هذه نوعيه من الاطارات حصريه لاكس فون. هذه الاطارات اضافه حمايه لحمايه الجوال، تكون ما هي مصنوعه من الالومنيوم مع البلاستيك، تكون لايفون 12 فقط. هي كل شركه تصنع لنا حصريا، وكل موديل يجي يلغي الموديل اللي قبله. يا سلام. طبعا زي ما انتم شايفين هنا يختار نوعيه الجهاز، يبدا الرسم، وبعدها على طول مباشره على ماكينه القص. طبعا القص بيكون بالليزر. انتوا شايفين قصينا الخلفيه وقصينا الاماميه، والان يتم عمليه التركيب. يا سلام. زي ما انتوا شايفين طبعا التغليفه تاخذ الجهاز من على جنب ايضا. يا سلام. وكذا خلصنا الجهه الاماميه. الله تبارك الله. شوفوا يا جماعه كيف تغليف كامل الجهاز، دقة بصراحة، دقة. الحين بنشوف قوة التغليف اللي عملناه. احنا بنحذفهم. اوكي. والباقي عليكم. يلا. هيا. تفضل. وهذا اعلى. يعني قلبي طاح. يا سلام. هذا اللي غلفناه الحين. ما شاء الله تبارك الله. الأمور طيبة يا جماعة. تغليف 100%. صراحة يا جماعة الجودة عالية. طيب خلينا نشوف مواصفاتهم ونشوف الأسعار حقهم. يلا. طبعا بنتكلم عن مزايا الفيلم الخاصة بالفيلم هذا أو الماتيريال هذا. الفيلم هذا زي ما شفنا إحنا قبل شوي، رمينا الجوالات، مقاوم للكسر بنسبة عالية جدا، الجوال محمي من جميع الاتجاهات. أيضا في ميزة الفيلم أنه حماية جاهزة لتغليف جميع الأجهزة الذكية، جميع الأجهزة، آيفون، سامسونج، أوبو، هواوي، وآيبادات إلى 10 إنش. برضو الفيلم يمتاز بسهولة التنظيف، سهل التنظيف جدا. أيضا أنه هو يصلح نفسه بنفسه، يعني لو خدش، لو في أي خدش مفاتيح ولا شيء، أوكي، بس امسح عليه بيدك زي كذا ويرجع طبيعي. ما شاء الله. طبعا هذه ميزة أنا ما شفتها من قبل صراحة. هذه ميزة معالجة الفيلم، معالجة ذاتية بنفسه. أيضا في حساسية عالية، الفيلم بمجرد أنت ما تستخدمه بتحس أنه هو سريع وما يتأثر بأي شيء، ولا كأنه مغلف عليه أي شيء. يا سلام. الحين نجي للشيء المهم، خلينا نشوف الأسعار. الأسعار يا جماعة عندهم ثلاث باقات. أخوي عبد الله عطني فكرة عن الأسعار. تفضل حبيبي. عندنا ثلاث باقات، اللي هي الباقات الرئيسية اللي نتعامل فيها مع كل العملاء، وفي باقات بنسويها خاصة لكم أنتم متابعين محمد الرامي. الباقات الرئيسية الثلاث،
الباقة الذهبية هي الباقة الأولى، سعرها 299 ريال غير شامل الضريبة. طبعا لها ثلاث مميزات. الميزة الأولى ضمان سنة على كسر الشاشة من الوكيل، لا قدر الله انكسرت الشاشة خلال السنة الأولى راح نغيرها لك من الوكالة مباشرة بدون أي رسوم وبدون أي شروط. الميزة الثانية ثلاث تغييرات مجانية في السنة الأولى، لك ثلاث تغييرات مجانية راح تستخدمها في الوقت اللي أنت تحب تسجل الفيلم بدون أي مقابل. الميزة الثالثة لك مدى الحياة، تغليف مدى الحياة متعدد بسعر 23 ريال، لو استنفذت الثلاث تغليفات الأولى المجانية لك ب 23 ريال. سلام، ايش رايكم يا جماعة؟ كل هالمواصفات فقط بكم؟ ب 299 ريال، تحافظ على جوالك مدى الحياة. باقي لنا باقتين، الفضية والبرونزية. الباقة الفضية طبعا تعطيك ثلاث تغييرات مجانية في السنة الأولى مثل الباقة الذهبية، بالإضافة إلى عادة تغليف كل مرة ب 23 ريال مدى الحياة، ما عدا كسر الشاشة ما تغطيها الباقة الفضية. حلو، كم سعرها الباقة الفضية؟ 199 غير شامل الضريبة. يا سلام. البرونزية ب 99 ريال غير شامل الضريبة، تغليف مرة واحدة للجهاز نفس الشيء، تغليف 360 درجة أمامي وخلفي والأطراف، نفس الماتيريال موجود اللي احنا نستخدمه في الذهبية نستخدمه في الفضية والبرونزية. وكم سعرها البرونزية؟ 99 ريال غير شامل الضريبة. طبعاً وما أنساكم لازم أجيب لكم عرض مميز، طبعاً هذا العرض خاص متابعين محمد ضامن. طبعاً العرض هنا الباقة الذهبية لجوالين، بدل ما تدفع 690 ريال راح تدفع 460 ريال، جوالين في نفس الباقة الذهبية. يعني ممكن جوالك وجوال زوجتك، أنت وصديقك، أنت وأخوك، فقط ب 460 ريال. بالإضافة بعد الباقة الفضية بدل ما تكون ب 470 ريال، جوالين ب 345 ريال. يا سلام، تستاهلوا. أعجبتكم التغطية وأعجبكم العرض، بصراحة العرض مرة قوي، جودة وسعر، وحلو الواحد لما يكون عنده جهاز يستمتع بشكله. يعني عادة بعض الأغلفة تطمس شكل الجهاز، احنا ودنا جهازنا يكون بدون تغليف عشان يطلع شكله حلو. وبصراحة إكس فون خيار جدا جدا مميز. أذكركم بموقعهم اللي موجود، هذا مجمع الراشد، الموقع الآخر اللي موجود عندهم بالحياة بلازا عند بوابة 12، بالإضافة عندهم فرع شمالية وعندهم فرع بالأحساء.